السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصبحكم بالخير مشاهدين ومستمعين الصباح رباح صباح أشرقت فيه شمس المحبة والسلام والتباشير نطل عليكم من استديو برنامجكم الصباح رباح وعسى الله ينعم عليكم بسعة خاطر وراحة بال وخير جزيل من عنده سبحانه ويا هلا خلود اللهم أمين صباح خير حصة صباحكم الله بالخير ورضا والعافية مشاهدينا ومستمعينا بداية أسبوع جديدة وحلقة جديدة من الصباح رباح وفي حلقتنا لليوم بنتعرف على ورشة عمل تحت عنوان اتيكيت المرأة الراقية وبنشوف تغيير مع الدكتورة بدرية لنقاوي بنعرف معاها نصايح عامة شلون نتسوق في الجمعية شلون نتسوق في الجمعية وأيضا مشاهدينا بنشهد معاكم تقرير تدشين استراتيجية وزارة الرياضة والشباب وغيرها غيرها من المواضيع المنوعة أما بالنسبة لنقلنا الخارجي زملائنا توزعوا في أماكنهم وتواجدوا فيها وإن شاء الله راح يطرحون لنا كل جديد من عندهم معنا زميلنا حمد الفياض هلا يا حمد صبحك الله بالخير وين موجود؟ صباح الله بالخير اختي احنا موجودين معاكم في اللؤلؤه اليوم من من مكان تحديدا بوتيك كلا من بورتو اريبيا هذا عندنا معرض اليوم بيكون معرض الشعراء هذا المعرض للفنان علي حسن الجابر وفي مفاجاه عن هذا البوتيك انتظرونا ان شاء الله ان شاء الله في انتظارك يا حمد ونشوف جديدك في قريه الشعراء أوه. وايضا معانا زميلنا ناصر الخليفي هلا فيك يا ناصر وين موجود مرحبتين يا حصه انتي وخلود ومشاهدين قناه الريان موجود على فرضه الخور ومشاهد جبرة الخور للسمج وبنرجع لكم ان شاء الله في تقرير حلو من على سيف الخور. يعطيك العافيه ومبين النشاط بس طيب قد هم متحمسين يعني انا حسيتهم انهم خلاص بيقولوا لنا شنو عندهم في بالضبط. في النقل وهذه يعني طابع الصبح يعني خلود لو تلاحظين ان الكل صار عنده يعني هذا الهدف الكل صار عنده هذا النشاط للوصول الى هدف معين يحط له شعار معين وعندنا ايضا شعار شؤركم وهدايه الله شعار مشاهدينا ترتقي فيه وتسعى وزاره الرياضه والشباب لتجسيده على ارض الواقع بحيث دعت الشباب الى المشاركه الفعاله والكبيره في المؤتمر اللي راح ينعقد ان شاء الله في شهر مارس الجاي لوضع استراتيجية الوزارة وتفاصيل أكثر بنتابعها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة صلاح من غانم العلي وزير الشباب ورياضة بمرسة جاسم بن حمد الثانوية المستغلة للبني تابعوا معنا الشباب هم محور استراتيجيه وزاره الشباب والرياضه هذا ما اكدته مسوده الاستراتيجيه التي اعلن عنها صباح اليوم وقدمت للشباب لتدارسها واعطاء مقترحاتهم حولها حتى تاخذ شكلها النهائي وزير الشباب والرياضة سعادة السيد صلاح بن غانم العالي أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي أن الشباب طاقة يجب الاعتماد عليها في مسيرة البناء التي تشهدها الدولة، مؤكدا قدرة الشباب القطري لكسب الرهان وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية. وزارة الشباب والرياضة ما تنظر إلى الشباب ترى أنهم مشكلة. يعني احنا احد المشكلات الفكريه الاساسيه اللي كنا نشوفها تجارب الدول الاخرى انهم ينظرون الى الشباب انهم مشكله، كيف نحل مشكله الشباب؟ احنا الشباب ما عندنا مشكله. بالعكس احنا اعتقد ان احنا ننطلق من من فكر ان الشباب فرصه، الشباب طاقه، هذول اخواننا وعيالنا، كيف احنا نقدر يعني ننطلق بهم الى ما يعني يحقق اهداف الدوله ورؤيه الدوله. سعادة الوزير أكد على دور الشباب في وضع استراتيجية النهوض بالقطاع من خلال المشاركة الفعالة في نقاش هذه المسودة التي أشرفت على إعدادها لجنة من الشباب وزارة شباب الرياضة من خلال الآن الملتقيات هذه اللي بنسويها في ثلاثة ثلاثة في أسباير الهدف منها صراحه بالدرجه الاولى تمكين الشباب ان الشباب هم يضعون في الحقيقه يعني يساهمون في وضع الخطه من المبادرات اللي راح تطرح ان شاء الله في ثلاث ثلاثة راح تجد انها مبادرات شبابية يعني مش الوزارة اللي قامت فيها شباب جاوا عندنا ولو انها مبادرات ممتازة يعني نتمنى اه ان احنا اللي جينا فيها لكن الصراحة اه يعني اه فرحتنا اكبر ان يعني شباب قطر جانا مبادرات مبادرات ممتازة مسودة الخطة الاستراتيجية للوزارة جاءت نتيجة جهد كبير اعتمد منطلقات فكرية تنبع من تراث الدولة وقيم المجتمع والاسس الدستورية اضافة الى التوجهات الاستراتيجية للوزارة. المرتكزات الاستراتيجية اللي هي الوزارة راح تقوم عليها هي خمس مرتكزات واحد تمكين الشباب واطلاق واستثمار قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم تحت كل تم... كل مرتكز عندنا اهداف داعمه راح تشوفونها في النسخه المفصله ان شاء الله اثنين تمكين ذوي الاعاقه واطلاق قدراتهم هذه مثل ما تعرفون فئه مهمه جدا وهي جزء من المجتمع ان شاء الله راح نركز عليهم نعطيهم حقهم قدر الامكان ثلاثه تعزيز رياضه الدوله كوجهه الرياضه العالميه مثل ما انتم عارفين قطر مقبل على استضافه كاس العالم 2022 وايضا السنه القادمه 2015 كاس العالم كره اليد احنا راح نساهم كوزاره الشباب والرياضه نحقق نكون على قدر من الاحترافية وعلى قدر من المسؤولية في تحقيق هذه المسابقات أربعة تحقيق الكفاءة والفعالية والاستدامة من خلال عملنا وأيضا من خلال المنشآت اللي نقوم بها وأيضا من خلال القوانين والسياسات اللي نضعها للأندية والمراكز خمسة مرتكز الخامس والأخير هو تحقيق الشفافية في الإدارة الداخلية الوزارة والمؤسسات العاملة في القطاعين تمكين الشباب واطلاق قدراتهم وتعزيز رياده الدوله في الفعاليات الرياضيه المختلفه تعتبر من اهم المرتكزات التي تقوم عليها مسوده الخطه الاستراتيجيه التي ستكون في متناول الجميع عبر موقع الوزاره على الانترنت فيما سيتم استقبال مقترحات وافكار الشباب حولها خلال الملتقى الشبابي الذي اعلن عن تنظيمه في الثالث من مارس المقبل في سباير شفنا معاكم المؤتمر الصحفي حصه يعني هذه فرصه لا تعوض صحيح. احنا مكلفين او كلفنا اوريدي خلاص بمهمه لازم نكون قد قد ويعني احد يقول لك عندك افكار وانتم هاي جيلكم وانتم اللي مسؤولين عنه وهاي مجتمعكم تقدموا لنا بافكاركم. شوفي يعني مبادرة جدا فريدة قامت بها الدولة زائد إن يعني حملت مسؤولية يعني على يعني لطافتها بس تعالي شوفي يعني على المدى البعيد راح يكون فيها تدريب للرؤى تدريب للنظرة على المستوى البعيد شبابنا راح بالفعل يعني يتفننون يبتكرون يبدعون في الأفكار أنا صانع مستقبل قطر يعني الكل راح يقولها أنا صانع مستقبل قطر حتى يعني في سياسة استخدام الكلمات يعني لو لاحظتي الكلمات اللي استخدمت يعني ما عند هنا مشكلة في شبابنا والحمد لله آه هذه نقطة النقطة الثانية عندك كلمة تمكين إطلاق القدرات للكل سواء كان ل... ل... الشاب ل... 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 والاحتياجات ول... الخاصة يعني كلها إطلاق لل... للأفكار لإبداعاتها ولل... آه إن شاء الله للأمام بإذن الله بس. طبعا نحن مشاهدين نذكر سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة اعلن ان سيتم وضع مسوده الخطه الاستراتيجيه على الموقع الالكتروني للوزاره موجود امامكم على الشاشه www.moys.gov.qa وذلك اعتبار من يوم الخميس المقبل داعيا جميع الشباب مثل ما شفنا للاطلاع على المسوده الاستراتيجيه ووضع ارائهم ومقترحاتهم للاخذ بها في النسخه النهائيه للاستراتيجيه اللي مقرر ان تطلق ان شاء الله في اول ابريل المقبل. أكيد حصة ونحب نوه مشاهدين أن المؤتمر الصحفي بينعرض اليوم الساعة 6 المساء قبل تراحي أكيد أه طبعا الحين من بعد يعني هذا الخبر بعد الحماسي والزيادة ندخل في عناوين صحفنا اليوم مشاهديننا أبدأ أنا خلود عندي جريدة الوطن اللي تصدر عندي عنوان لاستقطاب الخريجين القطريين قطر ستيل يوم مهني مفتوح والعنوان الثاني دعم قطاع المشاريع الصغيره والمتوسطه، اطلاق برنامج لادراج الشركات في بورصه قطر للاسواق الناشئه. والعنوان الثالث من جريده الوطن في مؤتمر اول صحفي بحضور وزير الشباب والرياضه الكشف عن استراتيجيه المستقبل. والعنوان اللي يليه من جريده الوطن 50 مليار ريال دخل صناديق التقاعد، 47.5 مليار فائض الصناديق. والاستثمارات 71 مليارا و800 مليون ريال العنوان اللي بعده في مؤتمر صحفي موسع تم الإعلان خلاله عن باقات شهري سمارت أريد توفر مكالمات بلا حدود وعندي عنوان إنجاز معاملة المتقاعد في عشر دقائق أكد عامل الوقت الأهم في تجويد الخدمة والعنوان أيضا تشغيل مركز الصحة والمعافاة بالنعيم 2015 إن شاء الله. وعنوان ما قبل الأخير من جريدة الوطن مشاهدينا الشرطة المجتمعية تزور عيالنا. يعني طبعا مدعم بالصور وعيالنا موجودين ويعني وفرحانين أيضا بزيارة الشرطة المجتمعية. العنوان الأخير في جريدة الوطن متحف قطر الأولمبي يستضيف مؤتمر الرياضة والتعليم. هذا اللي عندي. أه نستعرض معاكم اهم العناوين اللي في الصادره في جريده سله الرايه أه نبداها بخطى ثابته نحو انجاز جميع منشات مونديال قطر أه 2015 رئيس الاتحاد الدولي لليد يتفقد صالات السد والوسيل ومجمع الاتحاد أه عرضوا بعض الصور أه عندنا العنوان الثاني ادراج اسهم مسعيد في البورصه 26 فبراير ألفين ميتين ألف مكتب، وتساؤلات حول آلية تحرير الأسهم المحجوزة، ومفاوضات مع هيئة الأسواق المالية لفك حجز الأسهم من خلال شركات الوساطة، عندنا عنوان آخر في جريدة الراية إجراء ثمان جراحات مناظير بالأقمار الصناعية، استشار المناظير والتوليد الدكتور مؤيد يونس أجرى هذا الحوار مع جريدة الراية. وعندنا استئناف الدراسه بجامعه قطر اليوم الخميس اخر موعد لحذف واضافه المقررات. هذه عناوين اخر عنوان آه تعليم 100 شاب قطري الاعتماد على النفس ضمن معسكر الغاريه بمشاركه 17 مركز ونادي. حلو. هذه كانت كل الاخبار. أنا عندي عناوين جريده الشرق الان، عندي في العنوان الاول من خلال مشروع عقاري ضخم تموله الديار قطر تنفذ اكبر صفقه عقاريه في واشنطن قريبا. والعنوان اللي بعده مجلس إدارة الرعاية يوصي بتوزيع 30% أرباح النقدية الإسلامية للتأمين توزع 37.5% نقدا و20% لحملة الوثائق العنوان اللي بعده البدء بتسكين 22 ألف عامل في المدينة العمالية الصيف المقبل إن شاء الله وعنوان حدائق كتارة واحة ظليلة تحتضن مختلف الثقافات والعنوان الأخير في جريدة الشرق بدء تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بسوق السمك. والحين العناوين في جريدة العرب أولها الخميس مؤتمر الرياضة والتعليم ينظمه متحف قطر الأولمبي. والعنوان الآخر عندنا في جريدة العرب اكتمال شبكة الصرف الصحي بعين خالد 2015 عنوان أيضا آخر في جريدة العرب انطلاق المهرجان الشعري الاول الخميس ينظمه الابداع الثقافي بمشاركه خليجيه. أه تدشين اكاديميه اكاديميه للعلوم والفنون بالدوحه غدا. أه اليوم اعلان الفائزين بجوائز التميز العلمي. طيب هذه كانت عناويننا وعندنا طبعا مقال اليوم، أه هذا المقال اللي أه لو اشوف المقال يعني يفضل. <applause> طبعا المقال اخترنا لكم مشاهدينا من جريدة العرب أشوف المقال بس يفضل اي نعم طبعا كان للكاتبة مريم الدوسري هذا المقال تكلمنا عنه أمس يعني خلود في جريدة في برنامج الدوحة وحلو يعني أنه تزامن مع مقال الكاتبة طبعا حمل عنوان كنوزنا المجهولة للكاتبة مريم الدوسري مثل ما ذكرت تقول فيه أن الزائر للبر يلحظ الحياة الفطرية الزاخرة في الروض لهذا الموسم بساط أخضر ممتد ومروج خضراء أشكال وأنواع نباتية متعددة بأزهارها الجميلة والفريدة، مشيرة إلى أن أسراب الفراشات والنحل والنمل، أنواع كثيرة من الطيور المحلية والمهاجرة الكبيرة والصغيرة، ونبهت أيضاً إلى كنوز قطر الطبيعية، يعني ما زالت غير مكتشفة ومجهولة في هذه الأماكن، فنرجو العمل على البحث عنها ودراستها وتوثيقها للمحافظة عليها وتعليمها للأجيال الحالية، واستدامتها للأجيال أيضاً القادمة اللي هي أساس رؤية قطر الوطنيه 2030 جاء في صلب الموضوع يعني على هالطاري امس كنا معلقين في برنامج الدوحه وبعد سب فقره سبر الريان اي إيه نعم تقريبا اول امس كنت اشوف برنامج القلايل فكانوا يقولون ان في المحميات نعم. اللي هناك ظهرت انواع يعني من الشير كانوا ابهاتنا ابهاتهم يكلمونهم عنها ما شافوها فت... إيه فتخيلي يعني انه حلو ان هالمحميات إن تكون فيها هاي انواع الشجر واحنا بيدنا ان حتى الاماكن المفتوحه اذا حافظنا عليها بعد نحصل نفس النتيجه. اكيد احنا كل ما ادرنا البيئه بشكل صحيح طبعا مدتنا باحتياجاتنا واحتياجات الاجيال الجايه وهذه هي اللي تخلينا فعلا نستي... يعني تستديم هذه النعم عندنا. وفي النهايه قطرنا يعني لازم كلنا نحافظ عليها. اكيد. ولموضوع اخر جميله هي الاعمال اللي تقوم على فكره تبني انجاز يتداول بين الناس ومنها فكره جميله تمتزج بين السياحه مع الثقافه من خلال معرض قريه الشعراء للفنان التشكيلي علي حسن الجابر داخل متجر كلا خلونا نروح مع زميلنا حمد الفياض بنعرف اكثر عن هالمعرض صباح الخير يا حمد للمره الثانيه صباحكم الله بالخير وصباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام احنا بالفعل احنا معاكم من اللؤلؤه اه بالضبط المكان اللي هو بورتو اريبيا برج واحد من معرض كلا. هذا المعرض اللي صراحةً تكلمنا في بداية التيزر نحنا لازم نعطيكم مفاجأة عنه. هذا المعرض أنا اكتشفت من حديثي مع العاملين فيه إن هذا المعرض قطري 100%. كل الصناعات اللي تشوفونها ما هي إلا رؤية قطر فانديشن أو قطر التعليم إن هي شلون تجمد الطلاب في التصاميم وتخليهم يدخلون في أرض الواقع ويتنافسون مع الماركات العالمية كل انتم قاعدين تشوفونه من تصميم قطريين من صناعه قطريه يصنع داخل قطر والاسعار طبعا مناسبه وتنافس الماركات العالميه انا ادعو الجميع انهم يجي يشوف هذا المعرض ويشوفون الماركات اللي احنا نفتخر فيها ان هي من صناعتنا من صناعه دولتنا وان شاء الله ان يكون عندنا بكره منافسات كبيره مع الماركات العالميه واحنا قدها ودائما الحمد لله احنا كل المنافسات اللي ندخلها نكون على حسن الظن طبعا هذا ما كان موضوعنا انا شفته وما حبيت ان انا اخلي المعلومه النفسي فقلت لازم ان انا اشارك مشاهدينا وشارككم خواتي في الاستديو في هذه المعلومة الموضوع الأساسي هو الفن التشكيلي مع الفنان علي حسن الجابر وهو عنده معرض أطلق عليه قرية الشعراء هذا المعرض بيكلمنا أكثر عنه وبيكلمنا عن لوحاته وشن هو إنجازاته وإيش اللي جاي تعالوا معي صباحك الله بالخير السلام الله يطول عمرك الله يبارك فيك طبعا احنا تونا قلنا حق مشاهدينا عن مكان البوتيك وقلنا شلون مشاركه الفنان علي حسن الجابر في هذا البوتيك بس في البدايه تقول لنا ليش سميته قريه الشعراء؟ والله هي الحقيقه قريه الشعراء هو مثل ما تقول كفكره وقديمه جدا يعني يمكن اكثر من عشر سنوات كانت تراودني ودائما تشغلني يعني فمثل الحلم فكنت دائما اتخيل ان في قريه من حب للشعر طبعا والشعراء اتخيل قريه هاي فيها كل اللي عايشين فيها من الشعراء اطفال وحريم ورجاجيل يعني دائما يتناولون الشعر في حياتهم هيك يعني مثل حلم الخيال يعني ايضا هناك في كنت افكر في العناصر يعني لما بغيت انا اسوي معرض او انفذ اعمال مرتبطه بهذا الحلم في طبعا عناصر مهمة مثل آه النخيل مثل الخيل ومثل المفردات شوية الإنسان بشكل عام أيضا الكتابات الشعر هذه آه طبعا كلها كانت تراودني عناصر شلون أنا أنفذها فخلال عشر سنوات طبعا أنا اشتغلت أشياء ثانية ومواضيع ثانية لكن هاي كان حلم يعني وفي الحقيقة يعني لما طلب مني صراحة أنا فرحت وسعدت أن في ماركة قطرية على مستوى العالمي راح تكون يعني مستلمة من عادات وتراث قطر وطريق قطر فقلت طبعاً هاي فرصة كبيرة إن أنا أقدم هذه الفكرة هم صراحة كانوا متعاونين جداً جداً ولما قلت لهم إن أنا عندي فكرة قرية الشارع قالوا لي المهم انك انت تعمل لنا اسود وابيض وانا رحبت بالاسود والابيض لانه هو مثل الحلم يعني مستحيل انا قاعد الون وكذا كذا الحلم دائما في خيال دائما في ضبابيه يعني الواحد لما يحلم ما يدري يشوف بعض الاشياء بعض الاجزاء فانا حاولت قدر الامكان ان انا اختزل واختصر الموضوع والحمد لله رب العالمين يعني انت في النهايه اكتمل المشروع ومثل ما تشوفه والحمد لله كان له صدى كبير والحمد لله يعني الاعمال كانت والشيء المهم طبعا حققت حلم من احلامي الفنيه يعني حسن بس تقول لنا شلون تشوف الاقبال على اللوحات وين لوحاتك بعد غير غير معرض كله والله الحمد لله رب العالمين يعني صار لي مثلا على مستوى المتاحف يمكن متحف البريطاني اقتنع مالي متحف لوس انجلوس متحف سنغافور متحف الصين متحف الشارجه متحف الاردن والاهم اهم طبعا متحف المتحف العربي للفنون موجود في قطر وطبعا في تعاونت كثير مع فنادق الدرجه الاولى خلال السنوات الماضيه مثل الفور سيزون والدبليو والريسكالتون والماريوت والحمد لله يعني في مشاريع ايضا آه، ان شاء الله راح اتكلم عنها في المستقبل ان شاء الله، ايضا غير طبعا الناس المتذوقين الفن ومحب الفن آه، كثير الحمد لله يعني آه، يطلبون آه، اعمالي وانا الحمد لله احاول قدر الامكان انا يعني لان انا عندي مواضيع كثيره يعني في كل هالم، في كل الاماكن اللي ذكرتها في طبعا تختلف من من, من, من الاعمال تختلف من مكان لمكان من ناحيه المواضيع من ناحيه الالوان من ناحيه المقاسات فبس كان يعني يعني اللي فعلا كان في يعني البقاء يعني مثل ما تقول مثل الهوايه يعني كنت انفذ مثلا حرف النون في لمده 22 سنه واكثر مشاهد شرقيه في بعض الاعمال مشاهد شرقيه البطاقه الاخيره يعني في كذا كذا موضوع بس كان هذا هو اللي كان شاغلني والحمد لله رب العالمين يعني قرية الشارع يعني أحمد الله سبحانه وتعالى والناس القائمين إنهم خلوني أنفذ هذه الفكرة وهذه أهم شيء كان في حياتي يعني. الحمد لله الحمد لله آه الفنان علي بس تقول لنا شلون شايف الفن التشكيلي في قطر وشلون شايف مساحة الفنان القطري والله أنا دائما أقول وأكرر يعني في عهد الشيخ المياس بن حمد الثاني رئيس مجلس أمانة هيئة في قطر فعلا إحنا بلغنا العصر الذهبي للفنون في قطر وهذه طبعا تاريخ وجود متحف الاسلامي وجود الدعم المباشر والغير مباشر انا اتكلم يعني مثلا اللي قاعد اشوفه قدام عيني وانا واحد من اللي فعلا احس بهذا الدعم المباشر وغير مباشر من الشيخه ايضا هيئه متحف قطر انا اشوفها قاعده تقوم بدور كبير على المستوى المحلي والدولي وقاعده تعزز هذه هذه الفكره من خلال المتحف الاسلامي طبعا وايضا لا ننسى س... يعني بين كل فتره وفترة هناك انشطه وفعاليات ومعارض دوليه يعني على مستوى العالم مش بس وهذا شيء ظاهره صحيه نعتبرها يعني اليوم قاعدين نشوف كل فن العالم في قطر وهذا شيء يسعدني يعني كفنان ان بلدي فيه يعني يرتادونها فنانين ولها من في اعمال موجوده لها الفنانين لان فعلا في في يعني بعد نظر يعني الاعمال الفنيه اللي موجوده احس ان هي فعلا راح أه راح أه يعني تجمل المدينه في نفس الوقت وراح تثقف العالم من خلال مشاهدتها سواء كان في المتاحف او في الميادين او في الكورنيش او اي مكان اللي احنا قاعدين نشوفه حتى في الانفق نشوف كل العالم موجود عندنا في قطر واتمنى ان شاء الله ان هاي الشيء يستمر. ان شاء الله. إن شاء الله. بيض الله وجهك وشرفنا على شاشه الريان ويعني ان شاء الله ننتظر معارضك الجايه. باذن الله ان شاء الله واشكر الريان على هذه تواصلها و... واشكرها على كل ما تقوم به يعني. لا شكر على واجب جزاك الله خير. مشاهدينا كان معانا الفنان علي حسن الجابر طبعا مثل ما انتم شفتوا اللوحات لوحات قرية شعرية وطبعا مثل ما أنتم عارفين أتمنى أن هذه القرية تعجبكم تزورونها ولا تنسون المكان اللي احنا فيه معرض كلا أتمنى أنه يكون أعجبكم ومفاجأتنا أعجبتكم وارجع لخواتي في الاستديو شكرا حمد ونشكر ضيفك الفنان التشكيلي عادل جابر وهي أكيد تأكيدا على كلامك أنه لازم نروح نزوره صار فضولي الموضوع ومشاهدينا فاصل وراجع لكم